طيب كابتن أكرم، يمكن برضو أنا عارفة أكيد علاقتك بكابتن طارق، ويمكن ده أكيد بيأثر على فكرة تحليل الأداء وفكرة التعاون مع كابتن طارق كمدير فني للفريق، خاصة في الماتشات الصعبة أو الماتشات اللي أنتوا مش بيحالفكم فيها الحظ، ويمكن دي كانت البداية مع دوري المرتبط. لو هنتكلم على البداية، كانت البداية زي السيزن بالنسبة لك مع كابتن طارق، أهم القواعد اللي اتحطت، أهم يعني التحليل الأداء اللي كان موجود خلال الفترة الأولى دي علشان تعدوا وتحققوا بقى الرباعية. بصي، هو كابتن طارق كل سنة بيفاجئني بحاجة جديدة، يعني كل سنة لازم يعمل حاجة جديدة. السنة دي ابتدينا فترة الإعداد، البنات بتتمرن فتنس، مفيش باسكت خالص. لا، أنا وهو قاعدين بنشوف السيزون اللي خلص، اللي خدنا فيه 5 من 5 بطولات، 48 ماتش بدون ولا هزيمة، قاعدين بنطلع مشاكل البنات فردي واحدة واحدة. وأنا مستغرب، هو بياخد الحاجة دي وما بيتكلمش، بياخد الداتا دي وما بيتكلمش. هو بياخد الداتا دي عشان يبتدي يشوف فلانة ناقصها حاجة، يبتدي هو يشوف يقعد يتعامل معاها ازاي طول السيزون، لدرجة ان احنا كنا جايبين تمارا نادر جايبينها من الجزيرة، فخدنا مشاكل تمارا من ماتشات الجزيرة، يعني مش ماتشاتنا كمان. ده خلاه هو واخد الحاجة دي ابتدى يعمل ليها شغل. طبعا هتاخد وقت، لان احنا دوري المرتبط اللعيبة كلها مش موجودة، فعشان تدي نتيجة هتاخد وقت فترة شوية. ده وقعنا من المرتبط. بنيجي بقى بعد كده يعني الدوري، لا هو كابتن طارق فيه ميزه بصراحه، بيسمع، نبص على حاجه، يعمل حاجه، مثلا حد قال له حاجه بيسمع ويبتدي يشوف وبيريح بقى في ايه. هو مرهق بصراحه، بس بيريح في حاجه لذيذه بصراحه. ان انت في الاخر لا هو سعيد ان هم كل واحد بيتكلم، بس هو مش مدير فني دكتاتور برضه، ما نقدرش نقول عليه كده ابدا الحقيقه. لان انا بشوف خالص، انا لما بكون معاكم وانا بشوف. لا انا قصدي مرهق في الشغل، بس انت بتبقي مرتاحه نفسيا، بتحسي ان هو مقدر انت بتعملي ايه، دي نمره واحد. والاحلى بقى لما تكسبي في الاخر، ما نتيجه بقى خلاص، مش مهم الارهاق، كله بيروح. بس لا مرهق برضه في اجماع يا كابتن على الموضوع مرهق، بس مش مرهق. يعني انا يعني في مواقف، احنا طبعا عارفه الفتره، في شهر يمكن ده كان اصعب حاجه، في شهر كان بطوله افريقيا للسيدات للفولي، رجال وسيدات. فالفتره ديت كان غصب عننا ما عندناش ملعب، فالشهر بحاله كانوا الماتشات بتتلعب على السلطين الحقيقه، على السلطين. فاحنا محتاجين نمرن الفرقه ومحتاج ملاعب. فالفتره ديت ازاي ان انت تدوري على ملاعب وكويسه وجيده، فدي صعبه جدا. التوقيتات بقى ان هو انا ممكن نبقى حاجز مواعيد وفي مواعيد راحه، وفجاه في اليوم انا عايز تمرين النهارده، هو يعني تمرين النهارده يبقى في تمرين النهارده. فالحمد لله يعني. بس اعتقد اللي احنا شفناه، يمكن لو حتى انتوا بتتكلموا على ان ده بيكون مرهق، بس النتيجه بتبان في ارض الملعب، وبتبان انه موسم اتحقق فيه رباعيه، وده اهم شيء بصراحه. يعني في موضوع التحليل، هو مرهق. هو مثلا ممكن فعلا، انا فاكره اخر مره الساعه مثلا 1 بالليل، انا عايز فلانه، فبس مثلا مش عايز فلانه يعني، وهنطلب بيتزا بقى. يعني هنطلب بيتزا ونقعد وهو يعمل لنا، هتشربوا ايه، هو يعمل لنا في الاوضه كل حد يشرب ايه، يعني احنا هنسهر على فلانه، بس انا هتاكلوا وتشربوا وتعملوا كل حاجه، فده كويس. لا انت متخيله، يعني هو الراجل بيعمل لنا الشاي وانا قاعد بشتغل بالظبط. عشان اللي جاي بقى، هو بيقدم بس السبت كده. لا والله، لا مش بيقدم السبت ولا حاجه، بس هو كابتن طارق بيحب يبقى شغله مظبوط، لان هو في مشكله، هو بعد ما باخد الحاجه من عندي هو لازم يقعد يتفرج عليها، وانا عشان عارف كابتن طارق كويس، هو ما بيتفرجش عليها مره واحده. انا ما اعرفش هو بيتفرج عليها، بس بقول لك على الاقل بيتفرج عليها مرتين ثلاثه قبل ما ينزل يكلم البنت اللي هو اتفرج على حاجتها دي. انا متاكد ان هو اتفرج عليها مرتين ثلاثه، فلازم الحاجه تخلص، حتى بقى لو الساعه 2:30 3 الفجر مش مشكله، وهو يسهر يا عيني يتفرج عليها، ويصحى الصبح يشوفها مره تاني قبل ما ينزل التمرين عشان يقول لها اللي هو وصل له. فهي مش ارهاق، بس
عارفه في هو برضو شغل طبعا بتحسي. وفكره برضو ان هو متولي يعني فريق الاول لسله سيدات الاهلي طبعًا. فكره اكيد ومسؤوليه كبيره على عاتقه، فاكيد هو عارف ومدرك حجم المسؤوليه الكبيره دي وبيشتغل عليها، لان لما بيكون حد في النادي الاهلي بيبقى مختلف عن اي نادي تاني، وده اللي بيميزنا.